نينوى وكانوا يتأملون من الحكومة الجديدة المركزية الجديدة من الموازنة يتأملون خيرا، ولكن الحقيقة هي التي أرهبت وأرهقت أهالي الموصل عندما سمعوا بهذا الرقم الذي هو أضعافه للمحافظات الأخرى بالنسبة لمدينة الموصل. مدينة الموصل التي عانت الكثير من ولاية الحروب و محتاجة إلى موازنة تنعش اقتصادها وتنمي إدارتها وتنمي أيضا وتساعد أيضا في إعمار المدينة القديمة، ولكن تفاجأنا بهذه الأرقام التي أرهقت أهالي الموصل. الموازنة يعني هاي فلوس ضايعة، ما راح نستفاد منها كل شيء، لأن المن راح يطلون المقاولين العقود السابقة قبل 2014 ينطوها المقاولين، ينطوها للتعويضات مال الناس اللي دمرت بيوتهم، يعني 143 مليار دينار عراقي، مو دولار، يعني تقريبا تطلع بال 120 مليون دولار. هاي النسبة ال 120 مليون دولار اللي هي كلفة هذا الملعب اللي حي القاهرة، هذا كلفته 120 مليون دولار، يعني بس نبني لنا ملعب ما يبني غير شيء. زين يعني مستشفى العام يراد لها، يمكن انت شايفه، يمكن مستشفى العام ومستشفيات الباقيه، يعني هسه 20 مليار دولار ما يكفي الموصل بس فقط لاعمار الموصل، فهاي ال 143 دولار لا تكفي ولا توفي بالغرض. احنا عدد تعداد السكان مالنا اكثر من اقليم كردستان او موازنه معانا، هي مش قد اخذوا واحنا ايش قد اخذنا؟ الموصل ايش قد اخذت من موازنه؟ المحافظات اخرى يعني 10 اضعاف نينوى، المحافظات اللي ما متضرر، احنا تضررنا، ضررنا من كل شيء، بالنفس، بالماده، بالبنى التحتيه، ما ظل عندنا شيء بالموصل، ما ظل عندنا شيء، يعني لا ظل حضاره، لا ظل مستشفيات، لا ظل ايش اوصف لك، لا ظل شارع اكثر من الاوادم، ماكو، كله شارعين ثلاثه من الاوادم بس، والباقي هاي الموصل اللي كانت أولى على المحافظات العراق كلتها، حتى على بغداد كنا أنظف منها وأحلى منها، والعالم كله كانت تجي تصير عندها سياحة بالموصل، هسه صارت هكذا؟ الله يقبلها ويطلعونا 150 مليون دولار، خذون لكم 150 دولار، ايش تعمل بها؟ مجلس النواب ابتعمت، المفروض هو القاعدين، احنا من ذول انتخبناهم، ليش انتخبناهم؟ انتخبناهم بس ياخذون فلوس؟ بس ياخذون فلوس يقعدون وحمايات اللي يطالبون بحقنا، احنا المتضررين. والله هي بالنسبه للبلد هو خربان، وبالنسبه للميزانيه اللي تحكون عنها ما تكفي ربع الاعمار الموجود، يعني حق جسرين مثل ما يقول ما يسوي، ونحن نراد ان الجسور، نراد ان عمل، نراد ان هاي الايدي العامله البطاله يكون تعمل، نراد ان هاي المنتسبين ترجع، نراد ان هذول اللي اهل العقود اللي بطالين ليش ما يرجعوهم للعقود؟ ما هذول عوائل وراهم، هم النكبه وهم بيوتهم راحت، هم الدنيا راحت منهم، وهم ما يرجعوهم، هذا ظلم في ظلم في ظلم. اول شيء لازم يوفرون الميزانيه للموصل اطلاقا، يعني محافظ نينوى كل شيء ما يسوي، يعني هاي الفلوس وين تروح هاي؟ اول شيء لاكو اعمار، لاكو جسور، يعني لحد الان ما يسوونه، هذا جسر السكر لحد الان صار له يمكن عبر السنه، راح يعبر السنه لحد اما حاليا يعني عادلين في الميزانيه هاي؟ والله ما عادلين يا اخي، والله حلفاني 100 قران ما عادلي، عم يجيبوا شركات اجنبيه، شنو يعني اعطيهم فلوس؟ عندنا احنا بلدنا، احنا نطالب باعاده الميزانيه، باعطاء نينوى الاولويه؟ والله طبعا شيء اكيد هاي، لازم احنا اهل الحقوق، يعني اهل نينوى، احنا نينوى تضررت حيل، يعني المفروض اسالهم حقوق كثيره، خاصه منطقه القديمه، والله دائما انا سايق تاكسي افوت بيها يعانون حيل.